بدأت الشركات المصرية بالفعل خطوات إعادة الإعمار في دولة ليبيا الشقيقة بعدما تم تكليف شركتين مصريتين بالبدء في تنفيذ مشروعات خاصة بالطرق والكهرباء في مدينة بنغازي الليبية. إيه هي المهن اللي هيتم تشغيل العمالة المصرية بيها؟ ويا ترى مين الشركات المصرية اللي بدأت في تنفيذ إعادة الإعمار؟ ويا ترى تأثيره إيه على سوق العمالة المصرية؟ أهلا بكم وإلى التفاصيل. بحضور ممثلين عن مصر وليبيا في مجال البناء والكهرباء والأيدي العاملة انتهى الاجتماع التحضيري لملتقى شركاء البناء لإعادة إعمار ليبيا اللي ناقش سبل التعاقد مع شركات المصرية سواء في مجالات البنية التحتية وتنفيذ الطرق وإقامة مشروعات الكهرباء وفي مجال الزراعة. من المقرر أنه هيتم التعاقد على 2 مليون عامل مصري في كل المهن دي خلال الأيام اللي جاية. مسؤولين ليبيين التقوا بعدد من الشركات المصرية لمعرفة متطلباتهم قبل البدء فعليا في تنفيذ المشروعات اللي تكلفوا بيها وهتبلغ في حدود 10 مليار دولار. ستبدأ بتنفيذ الطرق منها الطريق الدائري لبنغازي، وده اللي قاله أشرف عبد الرحيم المدير التنفيذي لملتقى ليبيا الدولي لشركاء العمران بأن المشروع المصري لإعادة إعمار ليبيا دخل حيز التنفيذ زي شركات البنا والطرق والنقل والتشييد، وهذه المهن سيكون لها الدور الأكبر في مشروع إعادة الإعمار لأن العمالة مطلوبة تقارب 2 مليون عامل مصري. المدير التنفيذي الملتقى إعادة إعمار ليبيا كشف عن توقيع مصر وليبيا على 14 اتفاقية، مذكرة تفاهم اقتصادية وست عقود تنفيذية على أهم اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة في مجالات النقل والمواصلات والطرق والصحة والقوى العاملة والكهرباء الربط الدولي للاتصالات والتدريب وبناء القدرات. لافتا إلى أن تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية والإسكان والتشييد وغيرها هتعود بالنفع على الدخل القومي واقتصاد البلدين، مؤكدا على أن مصر بتمتلك تجربة ناجحة في البناء والتنمية. أما إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة فقال أن الشركات المصرية بدأت بالفعل بمدينة بنغازي ومدينة درنة بعدما تم تكليفه رسميا من وزير الاقتصاد الليبي للتعرف على متطلبات الشركات المصرية. وعودة العمالة المصرية لليبيا بشكل كبير، وحصلت شركة حسن علام إحدى الشركات المصرية الحكومية على الموافقة بتنفيذ الطريق الدائري الثالث لطرابلس بقيمة 307 مليون دولار بالإضافة لتنفيذ محطة كهرباء درنة ب 800 مليون دولار، مشيرا إلى أن أغلب المشروعات الجديدة في ليبيا تنفذها الشركات المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان متخصصون ومسؤولين عدد من الشركات المصرية قد حضروا الاجتماع المصري الليبي المشترك برعاية صندوق الاستثمار لتوضيح كل الأمور المتعلقة بالبدء في تنفيذ مشروع الإعمار لدولة ليبيا في كل المجالات وعدد العمالة والمهن المصرية المطلوبة للبدء في التنفيذ. ومن المقرر أن حجم الاستثمارات بالنسبة للشركة المصرية تتجاوز مبلغ 10 مليار دولار.